لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول: فصل في الإيمان بأشراط الساعة. المسألة الثالثة: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة. يقول: وهناك أشراط قد حدثت ومضت، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كبعثته وموته وفتح بيت المقدس والفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم اجتماع الأمة بعد ذلك، ومنها قتال التركي وفتح القسطنطينية وغير ذلك. فتح القسطنطينية، الشيخ الألباني بيقول إن الفتح المبشر به في الحديث ربما لم يحدث بعد، لكن معظم العلماء يعتبر الفتح الذي حدث هو بالفعل المبشر به في الأحاديث. قال: ومن الأشراط ما يقع ويزداد، وهو من جنس الأمور المعتادة، مثل الفتن فيكثر القتل وتكثر الزلازل ويقل العلم ويكثر الجهل، تنتشر المنكرات والفواحش ونحو ذلك. ومنها الأشراط الكبرى. ثم يتعرض لها. رغى يعني قضية أشراط الساعة قضية هي من جملة الإيمان بالغيب، بالإضافة لذلك هي لها أثر في أن ينقل أو أن يقترب الإيمان بالغيب من حال الشهادة، فيزداد اليقين به. إن الإيمان بالغيب اللي كل ما كان الشيء بعيد عن المشاهدة، بعيد عن الحواس، كان يحتاج إيمان قوي جدا ليثبت في القلب. فالشرع أخبر بعلامات وأمارات الناس بتعيشها، بعضها موجود وبعضها بيتواجد تباعا، فده من جهة بيجعل معنى اليوم الآخر حاضر وماثل في الذهن، لو أن الناس دايما بتفكر في هذه العلامات وهذه الأمارات، وبالتالي يقربوا من عالم الشهادة. الله عز وجل يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لما تيجي توازن كده موازنة عقلية، الناس ساعات يقول لك ايه، بيبص تحت رجليه، عايز الحاجه المكسب السريع ومش باصص لبعيد، وساعات العكس. لكن لما يبقى في خيار ما خير وابقى، بقى كده المفروض لا مجال ان حد ياخد الخيار التاني. ولذلك قال بعض السلف: لو كانت الآخرة من خزف يبقى، كانت الآخرة أبقى فقط، والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ يعني الجانبين، جانبين المقارنة في صالح الآخرة. طب ليه ناس كتير أو كل الناس بدرجات متفاوتة بيقع في حب الدنيا واختيارها؟ قال: ده مذكور في قوله تعالى: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الشيء العاجل، الشيء المحسوس، هو الآن هيكسب مكسب حرام، هتقول له: لو أنك أطبت مكسبك يكون هذا ينفعك عند الله، وفي ثواب وعقاب،
فهو الكلام ده بيبقى ممكن يبقى مصدق بيه، بس الشيطان يخليه مش بيتدبره ويتأمله. ولذلك أكتر حاجة تخلي الإنسان تكسب الإنسان الورع أن يذكر الموت، أن يذكر الآخرة. لو هو ذكرها بحس يعالج القوة اللي موجودة، العنصر الوحيد القوي عند الدنيا إنها عاجلة. هو الآن يعني هيعمل هذا العمل المحرم أو اللي فيه شبهة حتى أو كذا، هيدخل له الدخل ده، هينتفع بيه، هيجد أثر هذا في مال يتملكه، في يعني أمور يتنعم بها. فدي اللي مخليها الاختيار رايح لها. فلو أنا من كثرة ذكر، يعني لو كان الإنسان من كثرة ذكره للآخرة ومن كثرة ذكره للموت ونحو ذلك، خليه قدام عينه كأنه يراه، يقوم سيجد الخيار عليه سهل جدا. ذلك كل الفتن وكل تبقى تسهل على الإنسان مقاومتها بمقدار ما يكون اليوم الآخر حاضر قدامه. لذلك اليوم الآخر مش قضية نظرية، طالما أتقنتها ممكن بقى خلاص كده، خلاص الحمد لله. في قضايا المطلوب أن أعلمها، لكن هنا القضايا أن يعني أستشعرها، أجد أثرها في قلبي، وده مش هتيجي غير أنك تذكرها كل شوي. لذلك نجد الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالغيب عموما، الإيمان باليوم الآخر خصوصا مبثوث في القرآن من أوله إلى آخره، بحيث أن المسلم هو بيقرأ ورده من القرآن وهو بيصلي وهو كذا، دايما في تذكير له باليوم الآخر. من جملة هذا التذكير أن يقدر الله عز وجل أشراط مقدمات لليوم الآخر، وإنها تكون بطاقة اتباعا بيعيشها الناس. وكل بقى ما يلاقي شيء من هذا مفروض ان هذا يذكره بالايه؟ بالاخر. فده فائده الايه او من الايمان باشراط الساعه، هو جزء من الايمان باليوم الاخر، هو جزء من الايمان بالغيب، وله ثمره عمليه، ثمره ايمانيه، وده الغرض من معرفته. وفي تشوف فطري وطبعي لدى كل الناس في معرفه الغيب، لك لا سبحان الله في ويتكلموا على أن الدين خراف، ولا يعدون فقط الأديان المحرفة المبدلة، وإلا كان ماشي، ولكن يذكرون هذا لمجرد أن الدين فيه إيمان بالغيب، وغيب مستند إلى أدلة صحيحة من الكتاب والسنة، وقد دل العقل على صدق الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يوصف ما يأتي من أخبار موثوقة من مصدر جزمنا بصدق أنه خرافة. لكن تتخيل بقى وإحنا في بدايات السنة، ويعني رأس السنة الميلادية، يأتينا ويأتي معه كثير من الآفات، منها كم البرامج اللي بتجيب العرافين، وبعضهم بيخجل من نفسه شوية فيقول ايه ده، يعني اذا بيقولوا كده فرفان، يعني حاجة كده للتسلية، ولا يجوز ان نسلي، لانه ممكن واحدة ولا واحد من دول يصدف تبقى فتنة للخلق. والبعض يقول لا اصل ده علم وله اصول وله كذا وله كذا وله كذا، وطبعا هذا من المنكر والباطل، لا يجوز تصديقه ولا حتى مشاهدته. كان ساعات ايه شوف بعض حيل هؤلاء، تلاقي ولا قضية من آية، كلها استعمال التخمين. حرب اوكرانيا هتخلص ولا لا، تلاقي كلهم بيقولوا والله احتمال تخلص، لا هتخلص في نص السنة، ولو ما كمل خلصتش في نص السنة يبقى هتكمل سنتين كمان. يا سلام. طب مش عارف ايه، طب الفريق الفلاني هيفوز بالدوري، والله لو عمل تدعيمات كويسه هيفوز. ايوه. طب الفريق العلاني، طب كل الاجابات اجابات بتاعت حد ما يعني حتى ايه
مش كهان اللي عندهم جن بيسترق السمع ده، هو كذب محض كله على. ولكن وربما تيجي ولو حصل اي حاجه ما بيقل حاجه وضدها، الاسعار الدولار هيثبت ولا لا بيبقى قل. هو بيتجه الى الاستقرار بس بعد شويه اضطرابات. ايوه ما ده اي حد في الدنيا هيقوله. بياتي ففي شغف لمعرفه الغيب. الشغف ده نملأه بما ورد في الكتاب والسنه فقط يعني. لا طبعا هذا الشغف كتير منه مبني على يعني ضعف التوكل ونحو ذلك. لكن عموما اذا ما ورد خبره في الكتاب والسنه فاكيد في فائده. فاذا كان الناس عندهم شغف بهذا الباب نملأه بما ورد ذكره في الكتاب والسنه. وان كان كثير من الناس طبعا باب الاشراط الساعه يشبه بصوره او باخرى ابواب القصص القراني او اللي هو يعني ما يعني فرع ملأه القصاص العامدين الى الاغراب اللي هو للتسليه. هتلاقي ناس كتير وبعض الكتب القديمه وبعض الوعاظ ومن المعاصرين يدور على الغرائب التفاصيل اللي فيها اثاره. فالباب ده يعني مما يزداد اهميه اتقانه وتمحيصه، انه عشان الناس دايما مستشرفه لمعرفه الغيب فالبعض راح خد الباب ده وبيدور فيه على كل غريب، يجيب الاحاديث الضعيفه والواهيه. وهذا قد يعود مره اخرى انه يستعمل لاثبات ان الدين فيه خرافات واضعاف الايمان بالدين بصفه عامه. طبعا شايفين الان الحمله الهوجاء على الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. الشيخ الشعراوي يعني عشنا زمانا اذا اي حد يتكلم في الدين غير مرضي عنه وعايزين يسكتوه يقولوا له هو انت زي الشيخ الشعراوي؟ طيب الان خلاص المرحله دي بطلوها، يعني مرحله كانوا بيقولوا لنا اسكتوا وقولوا اللي بيقولوا الشيخ الشعراوي، لا دلوقتي بقى هم ينهشون لحمه رحمه الله تعالى، وبقى الجهال يحاكمونه ومحدش قادر يقول لهم يعني يردعهم ويمنعهم من العدوان. ولا بقى ساعتها انت بتتكلم على قاسم امين وغيره، تتكلم على تاريخ، انت مش في عداء بينك وبين قاسم امين كشخص، لكن بتقول هو الراجل ده تأثر كبير بكلام كرومر وجبنا كلام كرومر وكلام قاسم امين، وازاي هو في الاول كان بيرد عليه وبعدين انقلب ان هو بيردده ويقول لك انتم لا تحترمون الموتى. ايوه هو الشخص ده لسه عايش بافكاره، او افكاره لسه موجوده بيستندون اليها، فانت مضطر لما بتيجي تتكلم بتنقد. طب ما انتوا ليه ما بتحترموش الموتى المتفق على امامتهم؟ يعني ما لا لا طبعا هقول لك خلاص ما انا زيك مختلف مع افكاره. ايوه انت جاهل بدين الله تبارك وتعالى. ولا وكان في وقت من الاوقات بتقول الجميع يسكت ولا يتكلم الا العلماء اللي على راسهم الشيخ الشعراوي. الان يعني نكلوا عن هذا كله وتركوا الرجل يعني كلأ مباح. طبعا بلا شك ان كله يؤخذ من قوله ويترك، وربما كان يعني اكيد ليس كل ما قاله الشيخ الشعراوي رحمه الله يعني يجب ان نقبله، بل من هم الائمه الاعلام مش بنقول عليهم كده. واكيد الشيخ الشعراوي عنده بعض الامور الدرجه ما من التصوف، درجه خفيفه جدا، ودرجه ما من التاثر بالاشعريه، او دي اصل نشاته وتعليمه. وإن كان هو لا ما قالناش التحسين مثلا رفض التحسين التقبيعي العقلي، احنا قلنا منهج الأشاعرة في ناس أشاعرة قح يقول لنا بالجبر بالقدر ويقول لنا بالإيه،
بانه رفض التحسين والتقبيل العقليني تماما بالطريقه اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها ده، وفي اللي هو بيبقى متاثر في باب الصفات فقط. ويبقى كمان لا، الشعراوي مش ان هو من الناس المكثرين من التاويل، بل يعني قد يميل اليه احيانا ايا ما يكن درجه الخلاف معاه. بس احنا بنقول دلوقتي هو الناس حد طالع مثلا يتتبع مواطن التأويل في تفسير الشعراوي عشان يبين ان عقيدة السلف فيها، ولا جهال يكرهون يعني في الواقع يكرهون الكلام، مش الشعراوي لوحده اللي قايله ده، الشعراوي وعلماء الازهر كلهم الا من صار الان بقى زي سعد الدين الهلالي وغيره يوافق العلمانيين على ما يريدون، والائمه الاربعه هم يكرهون هذه، يكرهونه لانه اظهر ذلك الفقه، وافق الائمه الاربعه بيزعلوا منه لما يتكلم على ضوابط عمل المرأة، بيزعلوا منه بيتكلم على الفن وما فيه من مفاسد، يزعلوا منه بيتكلم على الربا، يزعلوا منه لما بيتكلم على ضوابط مسابقات كرة القدم، هم زعلانين منه في تقريبا في كل الحاجات اللي هم زعلانين مننا فيها. عشان كده بقول لك هو سلفي، يعني خلاص انتوا بتشهدوا ان العلماء الازهر اللي لهم الامامة و في اذا كان في اختلاف عقدي وهو مهم، بس بالنسبة لكم اختلاف هتعتبروه في قضايا مش همكم أصلا، أو يعني معظم هؤلاء لا يتقنها ولا، لكن مسائل العملية ديت كان هو الشيخ الشعراوي رحمه الله، الشيخ عطية صقر رحمه الله، الشيخ جاد الحق رحمه الله، ويعني عدد كبير من العلماء. مش تتكلم على المعاصرين الآن، كتير منهم جزاه الله خيرا أيضا يقوم بدوره في ذلك. أن يترك لهؤلاء الجهلاء، مش في حاجة اسمها أنتم بتقولوا إن ما يتكلمش في الدين غير المؤهلين، ليه غير المؤهلين بيطعنوا في يعني أكثر الناس تأهلا بالمعايير الأزهري؟ الراجل اللي معاه الشهادات الأزهرية واللي شغل مناصب العلمية أو المناصب الدينية المتعددة ونحو ذلك. طبعا بلا شك الشيخ الشعراوي سيبقى يعني دوره في تفسير القرآن وتقريب القرآن للعامة، مع انه ما كانش بيخترع، يعني في ناس كتير عشان يخلي العام يروح للغرائب، لا، الشيخ الشعراوي كان بيبذل مجهود في توظيف ثقافته الريفية ان يبني بينها قنطرة وبين اللغة العربية الفصحى، ما راحش للإغراب والكلام ده، لا، ده هو بيذكر التفسير غالبا السلفي المنضبط. وبنقول دايما كل نؤخذ من قوله واترك، يعني ده ليس تزكية للتفسير من أوله إلى آخره، لكن في الجملة يقول التفسير الموجود في تفسير ابن كثير وغيره، الفوائد اللغوية بعضها يعني ربما من عند الطاهر بن عاشور أو من عند أبي السعود أو غيره، وبعضها من عند نفسي، وهو في الواقع له ذوق عالي في اللغة، زي ما الطاهر بن عاشور قال هو من حقه يقول يعني، لكن في النهاية ما كانش فيه اختراعات، لكن كان فيه ان هو ثقافته باللغة العامية بالذات الريفية عالية جدا، وذكاؤه في انه يوصل نفس المعاني البلاغية اللي الطاهر بن عاشور مثلا على سبيل المثال لما يشرحها لك تبقى محتاج تركز قوي عشان تفهمها، ويبقى بيستعمل مصطلحات بلاغية وغيرها، بينما كان الشيخ الشعراوي دايما المعاني البلاغية بيقربها بما يناظرها في اللغة العامية من غير ما يبذل مجهود كبير في شرحها بالمصطلحات البلاغية. يعني ده كان يعني هو استطراد خارج الموضوع شوية، وكنت أتمنى أتكلم عليه بشكل أوسع من كده، لكن نقول أنا أستغرب جدا برضو استكمالا للاستطراد، يعني ان خلاص اللي بيقولوا عندنا الان طيار بيقول استعادة النشاط العلمي اللي كان استولى عليه السلفيين عايزين نعيده الى المدرسة الصوفية الاشعرية،
واحنا تناقشنا كتير في هذا الموضوع، وقلنا لهم احنا لم نختطف منكم شيئا. هذه المدرسة بشهادة الشيخ محمد عبده، طبعا العلمانيين بيجيبوا كلام محمد عبده على انه نقد للمنهج الازهري، يعني وكأنه كان بيدعو للعلمانية، ودي موضوع هو كان بيدعو لتقليل حجم الحفظ، حجم التقليد الشديد، كأنه احنا قلنا هو في الحاجات دي كان متأثر بالايه؟ بالسلفية، طريقة الدراسة، انكار الخرافات، دار اتعرض العقل والنقل، دول ثلاث قضايا محمد عبده كان متأثر بيهم بالسلفية. طبعا في قضايا تانية كان متأثر فيها بالاعتزال، لكن احنا نقول القضايا دي. المهم يعني احنا بنقول لهم انتوا في مرحله ما جات العلمانيه، لكن نتيجه التقليد والجمود في المدرسه المذهبيه الصوفيه الاشعريه فشلت في مواجهه العلمانيه، لا عرفت تقول الخرافه اللي كانت دخلت جوه كتب الفقه فصارت مقدسه ما اقدرش اجي جنبها في الموضوع بتاع الايه القبور والغلو في الصالحين، فمش قادر يقول لهم الدين خرافه، مش قادر يدافع، يقول لهم الدين يعارض العقل. أول باب في أبواب الاعتقاد عند الأشاعرة على منهج الرازي اللي استقر عليه الأشاعرة المتأخرين إن باب الإلهيات باب عقلي فقط، لأن النقل فيه يوهم الكفر. فأنت إيه؟ من الأول مستسلم، أنت من قبل ما يجي لك العلمانيين وأنت قايل أهم باب في الدين هروح للعقل المجرد لأن النقل فيه إيه؟ يؤدي إلى الكفر. فالمدرسة انهزمت أمام العلمانية، فجاءت المدرسة السلفية ورموز من المدرسة الأزهرية منهم محمد عبده في زمانه، وتقدر تعد منهم الشيخ الشعراوي رحمه الله في زمان اللي قال هاخد بقى من تراث ابن تيمية ومن تراث محمد بن عبد الوهاب محارب الخرافة ودار اتعرض العقل والنقل، وان انا بقى العامي اللي قاعد قدامي، خد بالك منهج الشعراوي، ان انا العامي اللي قاعد قدامي هحاول افهمه النص انا مش بقى طبعا مش عايز مش هنروح للانحراف بقى الجديد بتاع اخليه يجتهد زي بتوع التدبر، انا ما قلتلوش يفسر، انا بقول له يتدبر، طب ايه التدبر؟ يفسر ويخترع، لا ده راح الناحيه الثانيه، لكن ان يبقى دور المدرس انه يخلي حتى العام اللي قاعد قدامه فاهم معاني الايه الكتاب والسنة. قال له انت المدرسة السلفية لم تختطف شيئا، ده هي تصدت، ولما تصدت كتير من رموز المدرسة المذهبية الصوفية الاشعرية راحوا معاهم، او ما بقوش يدافعوا عن المذهب الأشعري بالكلية، أو خدوا منه حتة تأويل الصفات وسابوا الباقي، ما بقوش يدافعوا عن البدع الكتيرة بتاعت موالد ومواسم، أو قال والله يعني راحوا يعني هذبوها جدا إلى صورة دي ما هيش واجبة بأصل الشرع ولا مستحبة، بس دي مناسبات، يعني حاولوا قدر الإمكان يقربوها من السنة وإن لم يتركوها بالكلية، ووجدت روح عامة خلت الأمور قريبة مش بعيدة بين المدارس. انت جيت دلوقتي وقلت فجأة لا، السلفيين اختطفوا العلم، هو ما خطفش منك حاجة حتى ولو اختطأ يعني، لكن القضية ان كان قضايا العصر اظهرت حاجة الأمة الى المنهج السلفي، بس مش هي دي قضيتنا بقى، قضيتنا انت هتسيب رموزك ينهشهم العلمانيون. طبعا هو طبعا لو قلنا الشيخ الشعراوي هو خريج هذه المدرسة، نحن نحبه ونقدره ويؤلمنا جدا ان ينهش هؤلاء الجهال فيه، لكن ليه رموز هذه المدرسة سايبينه؟ هم معاهم اعلام ومعاهم وبيظهروا في هذا الاعلام، وبيظهروا مع هؤلاء اللي بيشتموا الشعراوي دلوقتي، بيظهروا معاهم متضامنين احيانا او ضيوف في برامج احيانا، ساكتين ليه؟ طبعا البعض رد، موقع الازهر، الشيخ عباس شومان، البعض رد جزاهم الله خيرا، لكن
انا اتحدث عن الرموز اللي هم واخدين على عاتقهم إعادة المدرسة الصوفية الأشعرية بكامل عتادها، وحاطين السلفية هي العدو رقم واحد، وهي ومش حاطين العلمانية العدو رقم واحد ولا مستهدفين بالدعوة، والعلمانية بتعتدي على رمز كبير مفروض في مدرستكم، وهو محل احترام وتقدير كبير جدا لدى من يعرف فقه الخلاف من السلفيين، حتى وإن كان هناك نقاط خلاف معه رحمه الله تعالى. لكن لماذا يتركونه الآن ينهش ونحو ذلك؟ ده برضو يعني كان الاستدراس تعالى. ليه بقى أنا عايز أقول كده؟ لأنه جزء من الحرب العلمانية عموما هي محاولة، يعني احنا كل ما نسيب حد يغرب في القصص، يغرب في الكلام على اشراط الساعة، يقوم التانيين يلتقط الخيوط دي يقول لك او بس هو الدين ايه، كله بقى دروشة وكله كلام. فمهم جدا الباب ده الناس بتحب تروح له، فاحنا نضبطه. طيب الشيخ الشعراوي الحته اللي كنت عايز اقول عليها وده جابنا الاستطراد ده، الذي يؤخذ على الشيخ الشعراوي رحمه الله وهو ليس بمأخذ كبير يعني، ولكن ابراهيم عيسى التقط الخيط. الشيخ الشعراوي متأثر بما عرف في العصر الحديث بالتفسير العلمي للقرآن، ودي حاجه غير الاعجاز العلمي، يعني في موضوعين جداد ظهروا واحنا اتكلمنا عليهم في دروس علوم القران لو بتتابعوا. الاعجاز العلمي يعني يقول لي ايات ارشدت الى امر ثم اكتشف العلم الحديث صحته، وده اوضح مثال له مراحل تطور الجنين، وده الناس غلط فيه وجابت امثله غير صحيحه، باب محتاج يضبط. التفسير العلمي ده زي مثلا تفسير ابو السعود، لما يجي الايات اللي فيها تدبر في الكون، اللي فيها ارشاد الى تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، يحشد معلومات علميه كتير ان ده من قبيل التدبر في عظم خلق الله عز وجل. فلاقي ان كتاب التفسير او درس التفسير بتاعه ده بدري شويه ماشي. فبنلاقي ده المشكله هنا، عندنا مشكلتين. الأولى أن يتوهم السامع أن كل ما يقال من تفاصيل هو تفسير للإيه؟ الآية. فده مهم جدا لو هنستعمله نقول أن الله ترك على أشر لنا إلى عظم هذه المخلوقات ودلالتها على عظم خالقها، ومما يعرفه الناس أو يظنه، لأن بعض هذه الأمور بتبقى إيه؟ نظريات. الأمر الثاني بقى دقة، أنا الشيخ الذي يتكلم دقة معلوماته يعني عن اللي هو بيقوله، سرعة الضوء قد ايه، سرعة الصوت قد ايه، بعد الشمس عن الارض كام سنة ضوئية. فهو الشيخ الشهراوي كان يتحدث من حفظي، فكان ساعات ايه يقول كلام غير صحيح. يعني اقول لكم على سبيل المثال، يعني مثلا المفروض يعني ايه عيب قوي ان حد مثلا يكون مهندس ومش حافظ سرعه الضوء وسرعه الصوت. ما انا مش حافظهم. يعني انت قلت لي يعني رقم انت ما تعوزه وقت لو انت يعني بتجيبه من مصدره. فالمهم يعني فتخيل حد مش دي دراسته يعني، وايه هو قرأ ان بعد الشمس عرض كام كذا سنه ضوئيه. فكان الشيخ ربما المعلومة يقولها مرتين ثلاثة
ويبقوا الثلاثة علميا غلط. هو في النهاية مش بيخترع حق، يعني معنى ايه؟ هو ناسي الرقم وقت ما جه يقوله، قالوا بما يعني طرع، وده لن يؤثر في انه بيتحدث عن ان الشمس بعيدة جدا وان احنا شايفينها صغيرة عشان، وان ده مخلوق عظيم، وان مع هذا بعدها ده مثالي جدا لحياة الناس على الارض، ولو قربت الارض تحترق، ولو بعدت الارض تتجمد. يعني الكلام ملوش علاقة بالآية، الكلام العلمي اللي هو قاله، القدر اللي هو عايز يقوله منه أين صحيح ومنضبط، الأرقام لأن هو معهوش جوجل ومعهوش الايه الكتب اللي بيبقى فيها الأرقام دي، وكان من الأجود للشيخ انه ما يقولش الرقم، لكن قاله، وهو في الآخر شايف ان ده هو بيقوله، يعني بمعنى المهم ان السامع يدرك الايه اللي هو عايز يقوله. ده بقى جه ابراهيم عيسى عمل عليها كتاب كامل، وكأن الشيخ الشعراوي بقى ايه بيخترع في كل العلوم. هو رأى يعني هو في الاخر كان يسع ويقول مثلا عشرات مئات الاف وما يقولش الرقم، قول بعيدة جدا قريبة جدا الى غير ذلك. وهو لا يلزم انه يكون حافظهم، واهل التخصص ساعات تبقاش حافظ الكلام ده، ده حاجات ثوابت بيجيبها وقت ما يكون عايز يجيبها. فيبقى ده يستعمل للدلالة على ايه؟ تخاريف الشيوخ في العلم، وازاي لما دخل هو اولا ما دخلش في العلوم دي، ده استعرض القدر المبذول منه اللي مكتوب في كتب الطلبة بتوع دادي وثانوي، القدر اللي هو كل الناس يعني المان يطلبه في ان السامع يستحضر عظمة الكون. الشاهد ان هناك من سيتربص بكل ايه بكل شيء في اي شبهة يؤكد بها ان الدين ايه خرافة. بعضهم يقول الدين خرافة كده هو عايز العلمانية، وبعضهم يقول ان اهل الدين كلهم يخرفون واحنا عايزين دين بدون خرافة. يعني هو مش ضد الدين اهو، ايوه هتجيبه منين؟ خرافاته هو بقى، هو اللي من اول العقيده للعبادات للمعاملات هو هيعيد انتاجها هو، ما خلاص ما كل الامه بتخرف يعني عبر الايه؟ عبر التاريخ من وجهه النظر. فاذا الباب ده مهم ضبطه، شغف الناس بيه مهم جدا، انه يعني هذا الشغف نسده بالاخبار الصحيحه، ونبين للناس ان الباب ده ايمان بالغيب، ايمان بالغيب عشان نحافظ على ان يكون في محله، ويبقى نقتصر فيه على النصوص الصحيحة ولا نعول على النصوص الضعيفة فضلا عن الموضوعة، وبالذات ان دي دايما فيها اغراب، الاغراب ده بيغري يعني الناس كتير انها تقعد تنقي الغرائب ديت وتقول اهو شوفوا بقى كلام ايه اللي يثبتوا التلازم بين التدين والخرافة. في الواقع الكتاب المنة في هذا الباب تناوله على وجه الاختصار، لا أدري أيضا تفضلوا نحاول نتوسع فيه شوية، ولا هو عموما باب ما فيهوش إشكالات كتير عايزة تتحل، هو فيه إتقان أو معرفة ما صحت به الأدلة فنعتقده بس. فهل يعني ترون نقتصر على ما في الكتاب ولا عايزين تتوسعوا شوية في الموضوع؟ بس هو الباب ده يعني طيب عمرنا نحاول نقرا اللي في الكتاب ثم لو كده يعني او خلاص ماشي اذا كان كذلك.
هو اكتفى في الأشراط الصغرى بما ذكرناه بما قرأناه، ربما نحتاج أن نفصل بعضها. وذكر من الأشراط الكبرى ظهور المهدي وظهور الدجال. طبعا ظهور المهدي وظهور الدجال في متزامنين أو تداخل زمني بينهم، وكذلك نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. طبعا الابتداء في علماء مختلفين كتير في ترتيب علامات الساعة الكبرى، ترتيب حدوثها. يبدو النصوص تخلي ان بالنسبة لده الأقرب ظهور المهدي، وظهور المهدي ممهد لظهور الدجال وظهور عيسى عليه السلام. والأدلة بتبين ان يعني ان درجة الارتباط بين هؤلاء. ثم ظهور عيسى عليه السلام مرتبط ايضا بظهور يأجوج ومأجوج، فدي على الاقل هذه العلامات مرتبط بعضها ببعض ارتباطا كبيرا. خروج الشمس من مغربها البعض بيخليه من يعني من اولى علامات الساعه الكبرى، لكن الظاهر ان يعني على خروج الشمس من مغربها اولى العلامات المنذره بانهدام نظام الكون، وبالتالي العلامات اللي فيها اقامه مزيد حجج على العباد فيما يتعلق بالإيمان والكفر والحق والباطل، إن عيسى عليه السلام ينزل مرة أخرى فيكون حجة جديدة على كل من اليهود والنصارى، وارتباط هذا في المسيح الدجال وغيره. الظاهر إن دي في أزمنة أسبق من الأزمنة التي يحصل فيها انهيار في يعني إن علامات الساعة الكبرى تحصل عبر تاريخ طويل برضو بالنسبة. فالعلامات اللي من المهدي، ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام، ظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج، دول يحصلوا مع بعض، والظاهر ان دول بيكونوا قبل ما يبقى في بدايات انهيار نظام الكون. ثم يحصل علامات يعني تؤذن بانهيار نظام الكون، منها الكسوف والدخان، ودي برضو بتحصل غالبا على فترة ما اقدرش احدد، او الادله مش هتقول هي فين، لكن الاجتهاد يقول ربما تكون قبل يعني خروج الشمس في مغربها، والبعض بيخلي خروج الشمس في مغربها قبل هذا. وظهور الدابه ايضا، ظهور الدابه فيها شبه من قضية الدجال، فيبقى هي مرتبطة به. طبعا مسألة الخسوف في من العلامات الصغرى كثرة الزلازل، دي من الايه؟ من العلامات الصغرى، لكن الخسف هذا من العلامات الايه؟ الكبرى. ثم ظهور الدبة، وبعد كده طلوع الشمس من مغربها. يعني هو كأنه راعى في الترتيب، ترتيب الزمن يوفق اجتهاده، وإلا بعض العلماء لهم اجتهاد آخر، لكن ده فعلا أقرب حاجة. خروج الشمس من مغربها ده يعني إذن بقرب قيام الساعة جدا، بعدها بتكون العلامات بتاعت يعني قبيل الساعة جدا، منها هدم الكعبة، يبقى كده خلاص زال الإسلام من الأرض والعياذ بالله. ثم بعدها تخرج نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. دي العلامات اللي هو ذكرها في الكتاب. إن شاء الله ممكن المرة القادمة نقرأ الكلام اللي تحتها ملخصا، وبعدين نبقى نرجع نقول بعض التفصيل في العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.